في ذات السياق أوصت وزارة الخارجية الأوكرانية المواطنين بالامتناع عن السفر إلى مدينة القدس بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها، وذلك وفقا لما أفادت به السفارة الأوكرانية في إسرائيل. وقال البيان إن هناك إمكانية لتصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبسبب هذا الأمر تنصح السفارة مواطني أوكرانيا تجنب زيارة هذه الأماكن في المستقبل القريب.